تبذل مؤسسة حياة كريمة جهوداً مكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك من أجل تخفيف وطأة المعاناة على الشعب الفلسطيني. حياة كريمة واصلت أيضاً عملها بالتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية ومنها مؤسسة الرباط التركية، حيث تم توفير 29 شاحنة من الدقيقة للمساهمة في تشغيل أفران الخبز في غزة. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا من أمام معبر رفح الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم التغطية المستمرة في الجهود المصرية لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. نتواجد من أمام معبر رفح نرصد لكم حركة دخول المساعدات الإنسانية. نتابع مع حضراتكم في هذه الصورة دخول شاحنات لمؤسسة حياة كريمة، وهو التعاون الأول الذي يتم بين مؤسسة حياة كريمة والمنظمات الدولية غير الحكومية. هذه يعني شاحنات، نتحدث عن 29 شاحنة بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة رباط التركية. هذه الشاحنات محملة ب 658 طن من الدقيق. هذه الشاحنات تتجه مباشرة إلى منفذ كرم أبو سالم للدخول لدعم الأشقاء الفلسطينيين. هذا التعاون يأتي في إطار المجهود المستمر لمؤسسة حياة كريمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تجهيز أكبر عدد من القوافل الإنسانية والمساعدات الإنسانية المختلفة للدخول لدعم الأشقاء هناك. وهذا التعاون أو هذا المجهود لم يكتفي فقط على التجهيز المحلي، وهي إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولكن أيضا تطور هذا التعاون للدعم الدولي لدعم الجهود الإغاثية الدولية مع مؤسسة رباط التركية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. هذه الشاحنات تكمن أهميتها في دخول أطنان الدقيق لتشغيل أفران الخبز داخل قطاع غزة، لأنكم تعلمون أن قطاع غزة بحاجة كبيرة إلى توفير رغيف الخبز وأيضا توفير الاحتياجات الغذائية نظرا لنقص الغذاء هناك. فبالتالي مؤسسة حياة كريمة لا تدخر جهدا في إرسال المساعدات الإنسانية المستمرة المختلفة داخل قطاع غزة، بالإضافة بالطبع إلى دخول شاحنات الوقود واستمرار معبر رفح في استقبال الجرحى والمصابين وتقديم كل الخدمات الصحية المختلفة لهم. هذه هي الصورة، والآن عودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو.